عودة لكم مشاهدينا الكرام في مركز رمضان من قلب الحدث في فعالية رمضان. أنا كده ضمن مهرجان طبعا كنا كده مستمرين معاكم في بقية فقرات برنامجنا اليوم. الآن اسمحوا لي أرحب بضيفنا الموجود معنا في الاستديو الدكتور محمد بن عمر بادحدح الأمين العام المساعد للندوة العالمية للشباب الإسلامي. نرحب بك في مركزنا يا دكتور. أهلا وسهلا فيك. حياكم الله وشكر الله لكم ولقناة ديوان. نسأل الله يوفقك لكل خير إن شاء الله. اسمح لي بدوري كمان دكتور محمد رحب فيك وأقول لك كل عام وأنت طيب. وأنت بخير، شهركم مبارك علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله تعالى. الندوة العالمية للشباب الإسلامي ما شاء الله موجودة في كل مكان، كمان مشاركة في فعالية رمضان. أنا كذا يعني اختياركم أنكم تشاركوا في هذه الفعالية في المنطقة التاريخية. أولا تأكيد الانتماء هذه المنظمة لهذا البلد الطيب، منه نشأت ومن خلاله تفرعت وعم خيرها رجالها، فتأكيد الانتماءها الوطني وارتباطها بتراب هذه الأرض الطيبة. اثنين، حقيقة حدث بالنسبة لنا كأهل جدة يعني حدث استثنائي أن المنطقة التاريخية تفتح بهذه الطريقة، فحبينا كلنا وجود حتى لو شكلي يعني بأي نوع من الأنواع أنه نحن هنا ونحن نحتفل بإحياء المنطقة التاريخية. الشيء الثالث حقيقة الحدث القريب اللي حصل وتسجيلها كإرث بشري في اليونسكو يعتبر خطوة يعني متقدمة جدا، وهي فخر لنا جميعا، فخر للمنطقة ككل أهل جدة، وهي دعوة غير مباشرة لكل أصحاب الأملاك الآن يجوا مرة ثانية يلتفتوا لها من جديد، يحيوها يوضبوها يرمموها، لأن حتكون منطقة الآن منطقة سياحية بامتياز وستكون مقصد لكل الزائرين للمنطقة، يعني لأن أي واحد يجي منطقة فيها إرث بشري في اليونسكو لا بده يروح يزورها. الأمانة ربما يكون عليها مسؤولية كبيرة أنها ترتقي بالمنطقة ارتقاء الآن كبير جدا تديها عناية خاصة. طبعا غرفة جدة أكيد يعني ستكون يعني واقفة يعني بكل إمكانياتها في هذه المنطقة، لأنه أغلب تجار جدة خرجوا من هذه المنطقة، يعني أسماء التي أسست غرفة تجارية الشيخ إسماعيل بن داوود وبناج والبدلي كلها، والجيل اللي بعدهم والجيل الثالث الآن يدخل غرفة يعني أغلبهم خرجوا من هنا، وربما كثير منهم لهم بيوت نسيوها في الفترة الماضية، الآن يعني جاء الوقت ليتذكرها الأحفاد يمكن وليس حتى الأبناء. فالحمد لله أنه حصلنا فرصة ونشكر المنظمين أنه ودونا الفرصة هذه أن نكون موجودين لنشارك ونفرح ونحتفل معها. جميل. دكتور محمد، موضوعنا اليوم في الحلقة موضوعنا الرئيسي عن التطوع وفضل التطوع وتحديدا خلال شهر رمضان المبارك. فمن خلال شهر رمضان المبارك ومن خلال فعالية رمضاننا كده والندوة العالمية للشباب الإسلامي، كيف شايفين إقبال الناس للتطوع خلال شهر رمضان المبارك؟ جزاك الله خير، سؤال لطيف ومهم. أولا نحن كأمة كده لنا رسالة غير الأخير، ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس مش لأنفسنا، يعني المفروض يكون عندنا اهتمام بالآخرين، نساعد، نقدم يد العون، نقدم النجدة، نستمع للإغاثة ونلبيها. فالتطوع جزء أصيل من ثقافتنا الإسلامية. حقيقة الشباب في البلد ككل في جدة بحكم وجودنا فيها كل ما احتجنا للتطوع نجد تجاوب أكثر من يمكن الكل يتذكر، يعني سوق جدة اللي جاتنا قبل كم سنة كيف الشباب كلهم جو وشمروا ولبسوا أشكالهم وألوانهم وكل أطيافهم وكانوا قدموا نموذج يعني غير عادي، لفت نظرنا ولفت نظر كل المؤسسات الرسمية، لأنه فعلا عندنا شباب يستطيع أن يقدم شيء. يمكن إحنا مقصرين ما ادينا الفرصة، يمكن إحنا مقصرين ما شجعناه، يمكن إحنا برضو ما كنا مدينه مقداره كما يجب، لكن وقت الأزمة أثبت أنه قادر أنه يقدم شيء كثير. ولذلك من تلك المرحلة بدأ الاهتمام بالتطوع حتى على مستوى أمارة المنطقة، عملت أكثر من ندوة، أكثر من لقاء، الغرفة التجارية، كثير مؤسسات الأمانة وغيرها، وأصبحت ثقافة التطوع انطلقت انطلاقة كبيرة من تلك المرحلة. جميل. فأنا أقول أنه فالمشجع هذا الاتجاه، لأنه الشباب إخواننا طاقة. صحيح. طاقة قوية، يعني إن لم يوجهها للخير ستتوجه للشر، إن لم يشغلها بالحق ستشغلنا هي بالباطل. بالباطل صحيح. والشباب عنده قدر إنه يشتغل في أي شيء، نفتح له باب الخير، باب العمل الخير، نشجعه عليها، ننظم له إياها، نسهل له الأمور، ونقول يلا ورينا شطارتك. جميل. سيضرب على صدره ويقول لك فعلا أنا لها وسنرى منه ما لا نتوقع. جميل. هل الندوة العالمية للشباب الإسلامي يعني موفرة وفاتحة الباب للمتطوعين إنهم يقدروا يجوا ويشاركوا في برامجها؟ نعم. عندنا برنامج نسمينه الفرق الشبابية،
كل فريق شبابي عنده اهتمام بقضية معينة، سواء توزيع مواد غذائية، نواحي إنسانية طبية كذا الآخرين، بإمكانه يجي معنا نسجله، ندير دعم لوجستي، دعم معنوي ومادي، ممكن ينطلق ويتحرك وفق أطر وضوابط وقوانين تحترم وتراعي كل الأنظمة المعمولة بها في البلد وتنطلق. يعني بعض الأسماء، في عندنا مثلا فريق اسمه الأيادي المتحدة، هذول طلاب في كلية الطب يروحوا يزوروا الأربطة ويشوفوا الناس اللي يحتاجوا خدمات طبية من المنسيين، يفتحوا لهم ملف المستشفى، يجيبوا لهم أدوية حق سكر حق ضغط إلى آخره. في مثلا فريق ثاني بيتي بيتك، هذول يعني بيجمعوا مواد صيانة، بويات مدري، ويروحوا البيوت القديمة ويترتبوا معها لأنه يعملوا لهم صيانة، فيضروا لهم دهانات، يصلحوا لهم الحمامات، يجيبوا سباكين وكذا، يعني بيسوي أشياء ما تتوقعها. في مجموعة من البنات بيجمعوا مثلا أثواب الأفراح والأعراس وكذا، اللي هي غالية مكلفة، واللي يبغى يتصدق أو اللي يبغى يعيرها ويرجعها. فلما يجي ناس عندهم زواج ويحتاجوا ثوب فرح، لما يروحوا يشتروا بكم ألف ولا شيء، ممكن يستعيروا ذيك الليلة والليلتين ويرجعوه. جميل جميل. بيجيبوا أفكار غير عادية يعني ما تخطر على بالك، بس يعني هم محتاجين أن نعترف بهم أنه هم فعلا قادرين يسووا شيء، قادرين، وأنه لهم وزنهم، وتفضلوا وخذوا دوركم، وحيوروك أشياء عجيبة يعني غير متوقعة. جميل. دكتور محمد، يعني التطوع هو ما هو فرض على أي مسلم أو على أي شخص، لكن في نفس الوقت احنا بنحتاجه في المجتمع، نحتاج لشباب يتطوع. فكيف ممكن احنا نشجع الشباب من خلال تذكيرهم ببعض الفضائل للتطوع وتحفيزهم في هذا الموضوع، خصوصا ان الله عز وجل في شهر رمضان الفضيل بضاعف الاجر والمثوبه، فلو تستحضر لنا بعض الفضائل البسيطه للتطوع، يعني نحمس فيها الشباب والمشاهدين لقناه ديوان. يعني الحديث صلى الله عليه وسلم، يعني حب العون الله سرور تدخله على قلب مسلم، يعني هذا السرور ممكن يتحقق لك توديه له سلة غذائية. الله. إن الشباب اللي يوقفوا عند الإشارات بتشوفهم وقت الإفطار، ويجوا الناس يعني يبغوا يلحقوا ما لحقوا، يدي له قروة صحة، يدي له حبة تمرة، يدي له شيء، هذا سرور. وفي نفس الوقت عمل طيب، وفطرت صايم وكسبت أجره، ومن فطر صايم فله مثل أجر. يعني أنت طول النهار تجلس تعبان وصايم ويعني وتتحمل، وفي الأخير تدي واحد تمرة تنضرب في اثنين، تدي واحد تمرة ثانية تنضرب في ثلاثة، تبغى في عشرة وزع، يعني ربنا كريم. فيعني عندك مجال لعمل خير في رمضان غير عادي جدا، وسهل، تكاليفه بسيطة. وبالمناسبة ترى اللي يعمل خير صح وبيسعد الآخرين ترى، لكن ربنا كريم، هو يشعر بسعادة غير عادية بعد أن يؤدي هذا العمل، وبعد ما يشوف كيف الناس اللي كانت يعني مستاءة ويعني مكروبة وربنا فرج على يدهم، أو كانوا يعني كئيبين وانت دخلت السرور على قلبهم، لذة وسعادة لا تجدها حتى بالمال، لو حطاك مال يعني. فمن تطوع خيرا فهو خير له، غير مادية. النفس تحتاج يعني غذاء للروح، غير الجسد يحتاج غذاء له. فهذا العمل خير وادخال السرور، ورؤيتك اليتيم المبتسم لما انت اديته ثوب العيد، ولا رؤيتك للفقير اللي كان مو لاقي اكل وجبت له اكل، ولا العامل اللي كان عطشان في رمضان بيشتغل جبت له قروت ماء بارد على الفطور ومدت له سفرة، يعني بأثر رجعي بتجي السعادة أنت لو تدفع فلوسها ما تحصلها. يعني يمكن استشهد ريان بالآية الكريمة، فمن تطوع خيرا فهو خير له. أكيد التطوع في الأخير هو خير للإنسان أكثر ما بيكون خير للغير، اللي كان واضح في كلامك. خير كأجر في الآخرة، لكن برضو كاللي بتقدمه للناس تأخذ زيه في الدنيا، يعني ربنا كريم. الله. وذاك تجد بعض الناس يقول لك يا أخي السرور اللي أجده بعد العمل الصالح ما أجد مثله في أي شيء ثاني، يعني حتى لو سافرت ولا تمشيت ولا تفسحت، سرور من نوع خاص، تحس بطمأنينة سكينة في القلب، شايف كيف؟ ولذلك يعني لا زي المثل اللي يقول لك إنه الصحة تاج على رؤوس الأصحاء على رمضان، أنت ما تحس بالعمل ده إلا إذا مارسته، مارسه مرة وأدخل السرور على قلب إنسان مسلم، سواء كان فقير أو طفل أو يتيم أو، وشوف الأثر. إحنا يعني في الندوة يعني مثال حي، في عندنا برامج طبية في الخارج، يعني المجتمعات المسلمة الفقيرة، بنأخذ بعض الأطباء نقول لهم من يحب يتطوع بيطلعوا معانا، فيكون برنامج مدة أسبوع، بيعمل عمليات جراحية ويعالجوا مرضى، أشياء يمكن ما يقدروا يسووها هناك لو ما كنا إحنا موجودين.
جزاكم الله. فأحدهم يعني حتى شخص يقول لك يقول لي يا أخي أنا كل ما أرجع يعني أحس براحة غير عادية وتنحل لي مشاكل تفرج لي أشياء وحتى يقول لي رزق يجيني مع أنه ما هو معني كثير ولا شيء لكن يقول لي يا أخي كل ما عندكم شيء دوني خبر أنا لو فاضي ولا قدرت أردت نفسي أجي معكم. هو بيجي طبعا ما بيسوي ما بياخذ اي اجر جاي لله اللهم الناس بيرتبوا له المكان وبيشتغل بيجلس يعني هو يمكن بعض الاطباء تعرف يوم يمكن قيمته يوميته ب2000 ولا حاجه يروح هناك بيشتغل لله مجانا لمده اسبوع ولا حاجه لكن في الاخير بيحصل شيء اكثر بكثير من الفلوس سعاده نفسيه سبحان الله الله يجزاهم خير اكيد هو بيحس في حياته تنحل له مشاكل اشياء كانت صعبه صارت سهله اشياء كان يحلم بها اصبحت واقع بركه يعني فالعمل الخير عمره ما كان يعني خسارة هو مكسب في الآخر وبس في الدنيا كمان أكيد جزاكم الله كل خير دكتور وللندوة العالمية للشباب الإسلامي اللي فعلا بتقدم مجهودات جبارة للمجتمع شكرا لك دكتور محمد بن عمر بادحدح الأمين العام المساعد للندوة العالمية للشباب الإسلامي شكرا لتواجدك معنا في استوديوهات قناة الديوان شكرا لكم جزاكم الله خير على استضافة الندوة وهذه بالنسبة لكم هذا عمل خير وعمل تطوع تؤجروا عليه والشكر لقناة الديوان على هذا الوجود الجميل في هذا المحفل الاستثنائي واستضافتها للجهات الخيرية لتعميق ثقافة العمل الخيري خصوصا في هذا الشهر الفضيل جزاكم الله خير وشكر الله لكم شكرا لك دكتور محمد بن عمر بادحدح الأمين العام المساعد للندوة العالمية للشباب الإسلامي اللي كلمتنا أكثر عن طرق العمل التطوعي والأساليب والفضل عند الله سبحانه وتعالى.